بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، عاملين ايه جميعا؟ تعال نكمل اخر درس بالنسبة لنا في الوحدة الثالثة، ليسون 5 اند 6. السعادة لما تشوف الكلمات، سعادة بالشر، يقدم انتروديوس، كلمة بليست مسروق او سعيد، هاويفر مع ذلك، بروجكت مشروع. نكمل بنفس العمود كده، نيبور يعني جار، هابينس السعادة، دوتر ابنة، لايبراري مكتبة، انكورج خدناها قبل كده معناها يشجع، جريتنج معناها تحيات، انترستد ان مهتم بيه، كونتراكت يتصل، كاسل خد بالك ان التي فيها سايلنت، كاسل يعني قلعة، تاون يعني مدينة، هاويفر مع ذلك، ويند سيرفنج كوب الامواج، دينجرز خطير، انفايت يدعو، كونكلود يختم او ينهي، انفايرمنت البيئة. وعندي بعد كده كلمة اسمها company شركة. بعد كده ناخد العمود التاني، firstly أولا، furthermore بالإضافة إلى، tourist سائح، attraction جذب، براود فخور، conclusion خاتمة، rules جدران، decide بيقرر أن، decision قرار معين، language لغة، builders عمال بناء، ريبير يصلح، سمرايز معناها يلخص، فريندلي ودود، بافمنت رصيف الشارع، اورجنايز ينظم، ساتش از مثل، اكسترا اضافي، هاني عسل، بروفايد يزود او يوفر، كولكت يجمع، ريزلت نتيجه. الريدنج عندنا، firstly let me say how much we all love our children library. However, it now needs some work. The children don't like it anymore because it looks old and needs painting. We want to encourage children to use the library again. بيقول لك احنا في البدايه احنا كلنا عارفين ازاي بنحب مكتبه المدرسه. ومهما كان احنا محتاجين دلوقتي ان نصلحها. او محتاجين بعض الاصلاحات. ان الاطفال لم تعد يعني بيحبوها زي الاول يعني. ان هي محتاجه شويه دهان، لازم تدهن. وكمان محتاجين ان نشجع الاطفال ان هم يجوا المكتبه مره ثانيه. At our community meeting في يعني عاملين اجتماع كده للناس الموجوده او عايشين في المكان او في المجتمع. We decided to improve the building. We wanted to invite you to help us. We got some ideas from the مشروع السعاده community project. You can see a photo of the work above. في خلال الاجتماع هم قال لك نحسن من المبنى ده وندهنه. وكمان خدوا افكارهم من مشروع اسمه مشروع السعاده. Every year a group of people go to Hisa near Aswan to paint their houses in colors of happiness. We are going to do the same thing here. كل سنه مجموعه من الناس بيروحوا المنطقه اسمها هيسا دي موجوده في اسوان بيدينوا البيوت بالوان السعاده. هم خدوا نفس الافكار. الوان السعاده بتكون الوان فاتحه يعني كده بتدل على الايه الراحه النفسيه. It will make you library look exciting وده بيكون شكلها ايه يخلي المكتبه شكله حلو. Furthermore the library will become a tourist attraction وبالتالي هتكون كمان جاذبه للسياحه. To conclude we are looking for volunteers to help us plan and complete the project وكمان يشمل ان هم بيبحثوا على متطوعين ان هم يعملوا زي خطه يكملوا بيها المشروع. لو انت مهتم if you are interested بليز كونتاكت مي بليز ولكن لو سمحت تواصل معي. نخش بعد كده في الكلمه والمضاف والعكس بتاعها. نيو يعني جديد، مودرن يعني جديد، واولد يعني قديم. ماتش كثير للكميه، الوت اوف كثير للكميه، وعندي الانتون بتاعها كلمه اسمها ليتل قليل الكميه. عندي بعد كده لايك يعني يحب، تديك نفس المعنى كلمه لاف يحب، العكس بتاعها كلمه اسمها ديسلايك او هيت. near قريب تديك نفس معنى كلمة الجلوس قريب وبعيد far أو distant. عندي بعد كده ال prefix وال suffix. unlike على عكس، we dislike يكره، informal غير رسمي طبعا أنا هنا عشان تعرف أنا فين. عندي بعد كده friendly ودود، wonderful رائع، كلمة اسمها environmental بيئي. نخش بعد كده في الحل. number one النقط is a state of feeling happy or pleased. حاجة معناها أن تشعر بالسعادة happiness. number two نقط is to make sure to sum up.
حاجة معناها انك ايه زي بتقلل من الشيء او بتلخصه summarize. Number three, a node is a very large strong building, مبنى كبير. Build in the past, بنية في الماضي. As a civilization, نحمل مكان, يبقى بنسميه كاسل, قلعة. Number four, a special board on a wall which notes by can be 15 to is called a notes board. في السن دي فيها تمام حاجه غلط تقريبا, بيقول لك ان البورد الموجود على الحيطه وبالمكتوب عليه ملاحظات يعني او مكتوب عليه زي اعلانات بيكون نوتس بورد. اجي نخش بقى في السينما والانتوم, مودرن اند نيو. مودرن يعني قديم, انا اسف, مودرن يعني حديث ونيو يعني حديث, بيديك نفس المعنى. سينما ذا سيم, نفس الشيء. نوت اوف ديفرنت, ديفرنت يعني مختلف, وسيم نفس الشيء, ما بينهم انتوم مضاد. نمبر 3, the antonym of near, مضاد كلمة قريب, يبقى عندنا كلمة اسمها far و distant, الإجابة رقم B و C مع بعض. لا أقول لك هنا A و B, لا هي مش A و B, يبقى المفروض distant يعني مسافة و far يعني بعيد, المفروض هو المفروض تبقى C و B مع بعض, يعني المفروض كده دي الإجابة الصح وتختارها هي الاثنين, هي بس أنا اخترت الإجابة غلط. طب نمبر 4, dislike يعني يكره, and not a synonym, يكره وحاجة تديك نفس المعنى, يبقى hate. Old and ancient, old يعني قديم, ancient يعني قديم, يديك نفس المعنى. السينم ال prefix وال suffix, الماضي في المضاد. The prefix البداية نقط gives the opposite of like, حاجة نضيفها في البداية عشان تديك العكس من كلمة like, dislike. Number 2, the suffix النهاية نقط change environment into an adjective, environmental اللي في ال AL. Number 3, to get adjective from wonder, عشان نجيب صفة من كلمة wonder بنسميها wonderful اللي هي رائعة, اللي هي wonderful. 4, friend يعني قديم, can be a noun by adding the suffix ly, even if ly تبقى friendly تديك ايه الادفيرب الحال. طيب the prefix البداية noun give the opposite of formal, informal غير رسمي. نخش بقى كده في المينينج, المعنى. The boys were over the moon, الاطفال كانوا فرحانين جدا. When they won the match, ما كسبوا الماتش. This means they were very not aware, not ما كانوا ما كانوش فرحانين, ما كانوش قصدي زعلانين, sad. ان بقول لكم ما كانوا فرحانين, ما كانوا ما كانوش زعلانين, نقط نوت يبقى sad. Number 2, the old man treated the boys in a friendly way, the word treated means بيقول لك الراجل الكبير بيعامل الاطفال بطريقه كويسه او بطريقه ودوده, مع كده هو ايه كلمه ميت treated دي معناها ايه ديلت. الاجابه الاولى ان ميلت معناها بيذوب, ونكت معناها بيدق على الباب يعني بيدق على الباب, وكيكت معناها بيرفصهم او بيشوتهم يعني. نمبر 3, my flat is by the night, شقتي على النيل, it overlooks بتنظر الى النيل, the night. 4, the man tried to fix the hole, الراجل بيحاول يصلح الباب او الفتحه قصدي. the word fix هنا معناها repair, يصلح. طيب تعال يعني نخش بعد كده, انا الجامد ده مش لازم, مش مهم في حاجه, مش هيفيدنا في حاجه, مش هشرحه, مش هيفيدك في حاجه اصلا, مفيش امتحانات. نخش بعد كده نحل في السؤال بتاع الدايلوج. مريم اند هند ار توكينج اباوت ذا ميد يير هولدي, بيتكلموا عن اجازه منتصف السنه او نص السنه. رقم واحد, اجابه, ففوق تقول لها هلو هند بليز تو ميت يو, فرحانه انا قابلتك, تقول لها بليز تو ميت يو, بليز to meet you to, وانا كمان فرحان انت قابلتك مره, ممكن تقول لها او meet you على طول انجز حد. نمبر 2, اجابه, فهو بتقول لها where are you going this mid year holiday, راح فين بقى الاجازه دي؟ ما اعرفش. فراحت تقول لها اسوان is beautiful in winter, يبقى ايه؟ I am going to اسوان, راح اسوان, او ممكن اكتب اسوان على طول بقى دماغي. طيب نمبر 3, سؤال, فتلاوي ويل ستي ات ماي انكلز هاوس ذير, هنقعد هناك في بيت ايه يا عمنا, يبقى هتقعدي فين, يبقى اين, وير, ونكمل من تحت بقى, ابدا بكلمه ويل, ويل يو ستي, يبقى وير ويل يو ستي, هتقعدي فين.
رقم 4 سؤال، فهي هتقول لها يس اي ويل فيزيت. يبقى ابدا بكلمه ايه ويل، قلنا بنملاها كلمه يس كده بنشيلها وابدا بالفعل المساعد اللي هو ايه ويل، ويل يو او تحول يو فيزيت اول توريستس او تويست بليس. طيب رقم 5 هتلاقي حاجه هتلاقي ثانكس الوت ماي دير فريند، ممكن تقول لها هاف فن او جود لك، يعني هاف فن استمتع او جود لك يعني خلاص سعيد لا شكرا. السؤال بعد كده التاني انتاج كانت الاول فزموه بالاضافه الى رابش كمامه كوميونيتيز مجتمعات فريش طازج ان اديشن تو بالاضافه الى وديرتي معناها متسخ. خد بالك ان كلمه فزموه و كلمه ان اديشن تو الاثنين معناها بالاضافه الى، ولكن اللي يعني الاثنين بيعبروا ان هو حاجه ان مضافه ليك اي موجوده في فقره ان اديشن تو بيساوي كلمه فزموه وبيجي بعديها ايه؟ بيجي بعديها جمله كامله زي مثلا she cooked food in addition she washes the dish they visited the zoo furthermore they went to the bears. عشان تبقى عارف يعني furthermore ويعني addition to، ولكن هم وجودهم في امتحان قليل جدا. اول عدد there are many amazing projects that help northern Egypt. طيب هناك العديد من المشروعات اللي بتساعد ايه؟ بتساعد الكوميونتيز المجتمعات في مصر. Number two, such as this one which helps people to get no hot water, اسمها fresh water، مياه نظيفة أو يعني مياه نقية. Number three, like these volunteers taking no hot from rivers، الفولنتيرز المتطوعين بيشيلوا حاجة من الأنهار rubbish كمامة. Number four, to help their communities، إنهم بيساعدوا المجتمع بتاعها. عندنا بعد كده ان اديشن تو بالاضافه الى، ان هي اللي بتيجي عليها الفصله دي ان اديشن تو اللي قبليها فاصله هي كلمه فازمور. طيب برضو الجامد ده مش عاوزينه في حاجه ما يهمناش في شيء. نخش بعد كده في اهم من اهم الباراجرافات اللي بتيجي في الامتحانات وهي البايوجرافي السيره الذاتيه. البايوجرافي السيره الذاتيه انك بتكتب سيره ذاتيه عن شخص انت بتحبه او بتعرفه زي مثلا والدك محمد صلاح اي شخصيه انت بتحبها تكتب عنها، بيكتب كل حاجه عنه اسمه سنه بيعيش فين بيعمل ايه شغال ايه عايش فين كل شيء بتكتبه عنه انجازاته في الحياه وهكذا. هنا زي بايوجرافي اوف ماي فاذر عن ايه والدك اهو، ممكن تكتب عن والدك او ممكن تكتب عن اي شخص انت عاوزه. وبكده انت انتهيت من الوحدة الثالثة بالكامل. كده ما عندكش التست ده هسيبولك انت بقى تدرب نفسك عليه، مش كل حاجة نحلها معاك عشان كده انت بيجيلك كل حاجة على السعيد. يبقى انت كده التست اهو وحليت معاك تقريبا كل حاجة موجودة في الوحدة الثالثة. بالتوفيق.